وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشيخ مصطفى. نعم عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أولا نسألك الدعاء. الله يوفقنا وإياك يا رب. لي سؤال، أنا كنت في السعودية وقبل منزل إجازة درست مع زوجتي، فقلت لها أطلقك لو حملتي أطلقك، قلت لها علي الطلاق لو حملت أطلقك، علي الطلاق لو حملت أطلقك. وبعد وللأسف لما جيت هنا هي رغم أنها أخذت وسيلة لكن حملت، يعني أخذت وسيلة كم يوم لكن الحمد لله الحمد لله. علميا ما كانش هو يعني من ناحية الطبية ما كانش هو كافي أنه ما يحصلش حمل، حصل حمل الحمد لله اللي حصل حمل رغم أنفك. أراد الله أمرا وإن أبيت أراد الله أن يرزقك بولد وأنت ترفض. المهم والسؤال كفر عن يمينك ولا تطلق المرأة ما أذنبت، ما أذنبت. إذا أنت مت ولد صالح يدعو لك. الله يوفقنا وإياك. إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام، لكن راجع من السعودية معك فلوس. لا ما الحمد لله سفر.